تفتكري رأي الشارع المصري لو احنا سألنا السؤال ده هيبقى رأيهم ايه؟ الأغلبية هتقول ايه؟ يعني خلينا نشوف. تعالي نشوف احنا فعلا نزلنا وسألنا اذا كان طمعا فيها ولا لا، تتجوز ولا لا، سألنا كل الأسئلة اللي محيرانا وكنا عايزين نعرف هنا في قصة حقيقية الناس رأيها ايه. فتعالوا نشوف الناس قالت ايه في الشارع. والله يا قصة حنان قصة مأساوية، بس انا انصحها انها المفروض هي كانت بدأت حياتها بعيد عن اهلها، كانت تزوجت وما كانتش استسلمت للمرض اللي هي فيه. في زيها كتير قوي بنفس الحالة دي وعايشين حياة مستقرة وكويسة. لو كنت مكان اخوها كنت انصحها انها ترتبط وتعيش حياتها حياة طبيعية وتنسى المرض اللي هي فيه والاعاقة اللي هي فيها، عشان ما فيش حد هيقف جنب حد في الزمن اللي احنا فيه ده. كل واحد يبدأ حياته بنفسه ويكمل حياته مع اي شخص تاني يرتاح. اخوها بينصحها عشان هو ممكن يكون طمعان في فلوسها، لكن هو مش خايف عليها. هو لو خايف عليها كان لها ابدأي حياتك وعيشي حياتك لوحدك. كل واحد بيدور على مصلحته ما بيدورش على مصلحة غيره، حتى لو اخوات، لان انا شفت قصص زي دي اكتر من كده بكتير، موجودة حياة موجودة. فدي قصة حقيقية، مفيش حد بيفوت قطر الجواز، مفيش حد يفوت وفي سن زيها وفي نفس الإعاقة وفي سنها وأكبر من سنها وبيبدأ حياته من جديد. متعاطف معاها لحالتها طبعاً إنها معاقة وتحتاج إلى رعاية ولم تجد الرعاية من أخيها، يعني دي مشكلة كبيرة طبعاً. أنا لو كنت مكان أخوها كنت أرعاها أو أزوجها، يعني يا إما أجوزها لأي حد يتقدم إليها، يكون طبعاً في عنده إمكانيات وعنده المقومات اللي يعني بحيث تقدر تكون يعني زوجة، يعني يرعاها، يعني زوج يرعاها. ما فيش زوج يرعاها يبقى أنا أخوها ويجب علي أن أرعاها، ده واجبي ناحيتها. يعني حنان لو كانت اتجوزت أنا شايف إنها كان هيكون حالها أحسن من الحال اللي هي عليه. أنصحها بأنها تهتم بشغلها، ولو تقدم إليها زوج يعني ترى فيه إنه هيسعدها تتزوجه. أما إن كان إن لم تجد زوج فيه مواصفات اللي يسعدها بلاش بقى خلاص، برضو حتة السن برضو ليها عامل. يعني رأيي في مشكلة حنان ان اخوها للاسف هو عايز يستغلها باي شكل، لكن هي بالعكس لو كانت اتجوزت كان هيبقى احسن لها. لو جابت بيبي او بنت او ولد كان نفعوها، كان يشيلوها لما تكبر، كانت هتشيلها وهي تعبانه. لكن كده هي هتفضل طول عمرها لوحدها، مفيش حد هيشيلها، بل بالعكس هتفضل تعاني وهيفضلوا هم يستغلوها كل مدى اكتر واكتر. طبعا للاسف هي غلطانه انها سمعت كلامهم وانها مشيت وراهم، وبعد كده هتحس بمعاناة كتيرة، يعني لأنها كل ما تكبر كل ما هتتعب أكتر وأكتر، وهتحتاج لابن يسندها أو بنت أو زوج. وفي أزواج كويسة جدا، مش شرط إن أنا عشان كل في ناس مش كويسة، لا في ناس كويسة جدا، في رجالة كويسة. أخوها شخص مستغل وعايزة أكبر وقت ممكن معاه عشان يستغلها وياخد فلوسها بأي شكل، بحيث إن هو لأنه شايف إن هي بالنسبة له مصدر مال كويس جدا. لكن هي لو اتجوزت طبعا هتصرف على أولادها وجوزها مش هتديله اي حاجه، فهي بالنسبه له مجرد استغلال، يعني لان احساس الاستغلال ده اصعب احساس، وحتى لو كان من اقرب الناس ان هي حد يستغلها وتفضل تديله بدون هي حاسه ان هي مش بتعمل اي حاجه. لكن هي ولا ليها حياه ولا ليها بيت، لما يكون ليها حياه وبيت اكيد هتكون احسن بكتير. يعني انا وجهه نظري بعد ما وصلت ل 45 سنه للاسف فاتها قطر الجواز فعلا زي ما بيقال، لان احنا مجتمعنا كده. ولكن ممكن تلاقي برضو حد، يعني حد مثلا يناسبها، ممكن تلاقي حد في حدود 45 متجوز ومع اولاد، او مثلا محتاج حد ست تكون ونيسه ليه، مش شرط تكون يعني تكون تربي لي اولاده بس تكون ونيسه معاه، ممكن تلاقي حد زي كده. اخر كلام لو لقيت فرصه جواز تتجوز، وحد على الاقل يبقى ونيس معاها يعيش معاها ويراعيها الى حد ما، مجرد بس حد ونس معاها ده هيفرق معاها كتير في نفسيتها. قصه حنان شايفها من جزئين بصراحه. الفتره الاولى اللي هي لما كانت صغيره عندها 25 سنه كانت لازم تفكر في نفسها وفي مستقبلها ايا كان هي عندها ايه، ايا كان اللي عندها ايه، كانت لازم تفكر في مستقبلها وتفكر ان هي تعمل ايه قدام، لان كان ده اللي كان يعني هيقعد لها. لو كانت حنان اتجوزت وهي صغيره اكيد كان هيبقى احسن من دلوقتي بكتير. بالنسبه لقطر الجواز يعني لا نص نص، هو ما فاتهاش لا لسه في امل، وممكن تتجوز عادي وممكن تعيش حياتها عادي، وممكن تلاقي الشخص المناسب يقف جنبها ويساعدها وهي برضو تساعده. بالنسبه لاخوها تحاول تقعد معاه تتكلم معاه تفهم منه هو كان وجهه نظره ايه،
لازم برضو تفهم هو وجهة نظره ايه. نفس الكلام برضو تسمع من الناس، تمام، حد كلمها نصحها تسمع منه للآخر. من رأيي بصراحة أصحابها كانوا بيواسوها زي ما بنقول، بيواسوها. هو أول حاجة أنا عايزة أشكر التيم كله والفريق اللي نزل وتعب عشان تشوفوا ريبورتاج زي ده وتشوفوا رأي الشارع، فثانك يو كل واحد فيكم تعب. لو كان أنا عايزة أقول لكم حاجة، أنتوا بتشوفوا مثلا كام دقيقة، أنتوا ما تعرفوش بقى الفريق اللي نزل، الفريق اللي سأل، الفريق اللي منتج، الفريق اللي أخرج، الناس دي كلها تعبت جامد جدا. عايزة أشكركم كلكم على راسي وتستحقوا الشكر. عايزة أشكر الناس اللي طلعت تقول رأيها، ويكون دايما معانا شكل جديد، ومبسوطة من الناس اللي قالت قصة حقيقية.